عسلامة الناس الكل، نبداو على بركة الله. بروبليم الخامس، روك اند ليفر. بروبليم حلو برشا وباش تعلموا فيه حاجة جديدة به. دونك جيسبيري خريتو بالكدا لينونسي. دونك فينالمون طلب منك في تابلو ديمونسيون تاعو 10 على بويسونس 5 وعندنا تي ايكال 10. يحبنا نرجعوا له لي بير اللي الاند نتاعهم اكبر من الاكزور نتاعهم. يعني نحلو كالعادة به. اسهل طريقه، ما فماش طريقه اسهل منها، انك تاخذ التابلو نتاعك فيه او 1 او 2 او 3 اكسيتيرا، باركوريه الكل. دونك المره تفيكسي اليمون، الاليمون هذاك تعمل له الاند نتاعو مع الاو 2 وتكومباريها مع الاكزور نتاعو مع الاو 2 وتعدى او 1 اند او 3 كومباريها مع الـ E1 XOR E3 إلخ إلخ إلخ. كومبلكسيتي قداش؟ إذا التابلو متاعنا فيه N إليمون، الكومبلكسيتي O دو N كاري. إذا ضربها في T اللي هي 10، دونك هنا نحكيو على 10 على بويسونس 10 فوا 10 اللي هي 10 على بويسونس 11. يعني من غير ما تحاول باش تسميتيها، مش باش تعديلك جملة واحدة. باهي، توا خا نتعداو كيفاش نخمو في بروبليم كيما هاك. باهي، حط الديفينيسيون تاع الاند قدامك. الديفينيسيون تاع الاند مهمة برشا. وقتاش الاند يقال 1؟ وقت اللي عندي 1 1، سينو وقت اللي 0 1 ولا 1 0 ولا 0 0 راهي الاند تعطيك 0، سينو تعطيك 1. وحط الديفينيسيون تاع الاكزور قدامك. الاكزور ايجال في ال 1 1، الاكزور ايجال 0 وهذه مهمه برشا. في ال 0 1 وفي ال 1 0 الاكزور ايجال 1 مختلفين، وفي ال 0 0 الاكزور ايجال 0. باهي، هذه اول ملاحظه. كان نجي نقارن جوج اعداد. اذا عندي جوج اعداد اي تكتب هكا مثلا 0 0 1 0 0، وعندي عدد بي تكتب هكا 0 0 1 0 1. شكون اكبر؟ كيفاش نعرفوا شكون اكبر؟ نباركوريو لي بيت بيتا بيتا من اللي صار لليمين. نجي البيتا الاولى زوز صفرات، عندي ما نقارن صفرات 1 زوز 0 زوز، اوب نجي لهنا. اول اختلاف ليليمون اللي عنده البيتا ايجال 1 راهو اكبر، يعني البي اكبر من ا. كان تاخذ اكزامبل 8 تكتب 1 0 0 و 7 تكتب 0 1 1، ميم كو عندنا اكثر 1 لهنا، مي ال 8 اكبر، خاطر اول اختلاف في البيتا اللي جاي على اليسار بالكل هذاك هو اللي يعطيك الكوبري نتاع الليمو. دونك اول اختلاف وانت جاي على اليسار تلقى بيتا ايجال 1 راهو هذاك اكبر. باه، فاش باش تفيدنا الكونستاتاسيون هذي؟ تفيدنا انه اذا عندي دوز اليمون قاعد نباركوري فيهم من اليسار لليمين. خلنا نرجعو للأحمر، ركزوا معايا لهنا هاكا صافا. عندي تلواز اليمون فيهم 1 0 1 0 1، وهذوما ما يهمنيش فيهم شناي. باهي، لليمون هذا أ1 أ2 أ3 أكات و أسانك. الليمو A1 و A2 حكم اللي عندهم، نبدأ بالـ A1 و A3 حكم اللي عندهم 1 في اللي بيت متاحهم. لك أوتوماتيك مول 1 and 1 بتعطيك 1، وفرد مرة الـ 1 إكزور 1 بتعطيك 0. إذا خلطت الدوز الليمو عندهم 1 في البيت متاحهم، يعني الاند نتاعهم ايجال 1 والاكزور نتاعهم ايجال 0، يعني اوتوماتيكمون بالفازه هذيا كي باش تكومباري الريزلتا نتاع الاند والاكزور في البيتا هذيك، باش تلقى الاند عنده 1 والاكزور عنده 0، ساشون لي قبل الكل ايدونتيك راهي الاند اكبر. يعني خلينا ناخذ اكزامبل، كان ضيعتوني 0 1 0 0، ناخذ الاكزامبل نتاعهم هما. تروح لحظه هكا احسن حاجة، خليني ناخذ الاكزامبل نتاع لي نونسي.
اعطيني 1 4 3 7 10 هذا احسن حاجه به دونك 1 4 7 5 10 هكا ماشي غلط به الان هك 0 0 0 1 الكات هك السيت 0 1 1 1 5 0 1 ظهلي مش 5 لحظة قدوا معي 7 3 3 مش 5 دونك هذه 3 بالنسبة خلينا نكتبوا 3 0 1 1 هذه 3 وديس بيتا في 8 وبيتا في 1 باهي برشا شوف من الاول بالكل عندي في البيتا الاولانية الكولون الاولانية صفرات بارتو و 1 في الديس دونك لهنا شنو يمشي يصير الاكزور قاعد يغلب خاطر الاولاني مع الاخراني قاعد يعطي في 1 قاعد يعطي في 1 في الاكزور في الاكزور تعمل 0 و 1 تعطيك 1 وفي الـ في الاند كي تعمل 0 1 تعطيك 0 دونك هذا الاكزور قاعد يربح دونك ما عندنا حتى شانس باش نبنيو بير لهنا واضح ولان بحكم الاكزور ديجا ربح في لي زيليمون اللي ما فيهم 0 1 دونك الديس هذايا ساي ما عادش نجم تنكلو في حد شيء خاطر الديس هذا خسر معاهم الكل دونك ديس ما عادش نجم تستعمله مره اخرى تعديو تو كيف كيف الزيرو زيرو تعطيك زيرو في الاكزور رد بالك زيرو زيرو تعطيك زيرو في الاكزور معناها هذو ما خسروش الوحيد اللي خسر هو العشرة العشرة ساي اي اليمون باش تعملوا معاه اكزور من بعد راهو ديما الاكزور باش يربح خاطر ديجا البيت الاخرانية ربح فيها دونك بالنسبه للديس هذاك ما عادش تستعملو بار كونتر اللي قاعدوا هذوما مازالوا في اللعبه علاش مازالوا في اللعبه خاطر الاكزور نتاعهم يقال زيرو والاند نتاعهم يقال زيرو معناها مازالوا ما خدوش ديسيزيون تجي هنا تو في الكات والسيت في البيتا الثانيه باش تلقى اللي الكات والسيت عندهم ديجا زيرو في الزوز من الاولانيه مازالوا في اللعبه وعندهم ان ان الان هذيك شنو تعطيك في الاند في الاند تعطيك ان وفي الاكزور تعطيك زيرو دونك لهنا الكات والسيت ربحوا خاطر خرجوا بزيرو ان وزيرو زيرو الاند نتاعهم غلبت الاكزور واضح ممكن كومبليكي شويه مي تفهموها بالكدا دونك هو مازالوا في اللعبه خاطر زيرو زيرو بار كونتر الديس تو حتى كان جا عنده ان لهنا ما عادش نجمو ندخلوه في العجله خاطر خاسر من البيت اللي قبلها معناها كي باش تحط الديس انت ان وتحطه مع ال 0 1 نتاع السيت ديجا خاسر هو علاش خاسر خاطر الاكزور نتاعو ديجا واكل معناها الاكزور نتاعو اوكي باش يجيب لهنا هذه الاكزور الاكزور نتاعو اوكي باش يجيب 0 لهنا والان باش يجيب 1 اما هو البيتا اللي قبل على اليسار خاسره ديجا دونك ساي العشره ما عادش يلعب حتى كان ربح في الكولون هذايا هو خاسر في الكولون اللي قبلها دونك ما عادش عنده حتى انتيري باش ينجم يلعب معاه اوكي به اذا الكات والسيت استعملتهم ديجا ساي الكات والسيت مع لي زيليمون الاخرين تحرقوا ساي دونك الكات ما عادش تستعملوا خاطر ساي الكات مع الان مثلا 0 1 اللي جزر باش يربح دونك الكات كي باش تستعملوا مع السيت ساي تخرجوا من الحسبه دونك لهنا تخرجوا من الحسبه ساي الكات ما عادش تستعملهم من بعد يتقدم اذا لقيت اليمون واحد اخر مثلا اذا جيت هذايا ولا تكمل تقدم دونك لهنا اون فوا لقيت معناها لقيت مثلا هذايا ديجا كيف كيف ماكش باش تبني بها حتى شيء وفرد وقت تخسرها دونك فينالمون هذا الريزولتا باش يكون كل ما تقرا من البيت عندك كا بيت تشوف لي زيليمون انيهم اللي عندهم انات مع بعضهم ينجموا يكونوا سيت وتحطهم ما عادش نستعملهم يعني من الاول باش نلقى العشره العشره وحده ما ينجمش يكون بير دونك فينالمون ماكش بتزيد حتى شايف الريزولتا وفرد وقت العشره هذاك تحطه نقولوا نحن فيزيتد ما عادش نستعمل
من بعد الكات والسيت مع بعضهم يكونوا دو بير، خاطر دو زيليمون مع بعضهم يكونوا بير سامحوني، دونك تزيد بير في الريزولتا وتحطهم زوز فيزيتد وما عادش لازم تستعملهم وتقعد هكاك تقدم. تو اذا عندي تروا زيليمون قداش من بير ينجموا يصنعوا؟ ولا عندي كاتر زيليمون، الاولاني يصنع ثلاثة، الثاني يصنع زوز خاطر ديجا صنع كعبة من الاولانية، والاخرين يصنع كعبة بركة، دونك ان. دونك فينالمون هذه السوم دي سويت اريثميتيك اللي هي ان فوا ان موانز ان سور دو. ما نعرفش واضحة ولا لا، كان فما شكون ما فهمش يحط لي في كومنتير، مي حاولت نكون واضح على الاخر. دونك الكومبلكسيتي قداش باش تكون لهنا؟ احنا اكبر نومرو عندنا هو 10 لا بويسونس 9. قداش في من بيت 10 لا بويسونس 9؟ نجمو لهنا نجيو في الجوجل نكتبو لوغ 2 10 لا بويسونس 9، دونك 2 3 4 5 6 7 8 9 29. دونك احنا 29 بيت جونا بها على الاخر. دونك الكومبلكسيتي قداش باش تكون؟ باش تكون 29 فوا ان فوا تي، واللي هي مريقله، دونك 29 فوا تي اللي هي 10 فوا 10 لا بويسونس 5، دونك 10 لا بويسونس 6. اوكي الكومبلكسيتي نتاعنا تعدى جوها باهي. دونك نمشيو بالبيتا بالبيتا، كل ليمونات نلقاو عندهم انات، نعملو بعضهم فورمير ونحطو ليمون هذاكا فيزيتي. ذات سيت، تعديو تو الكود، جيسبير اللي هي واضحة، بروبليم انتريسون على الاخر، وباش يعاونكم بالكدا. دونك باش نقراو تي، باش نقراو ان، ونقراو ان اليمون، دونك اوب، دونك ان اليمون، نجيو لهنا نقراو الان متاعنا. ب فور مش حفاظة راهو التكنيك هكا، كيفاش تقرا انت لازلمو تخمم فيها بينير، تخمم فيها باللي بيت تتحلك المشكله قدام. دونك اي انفيرير ان اي بلس بلس لهنا فيكتور انت في دو ان قلقني على الاخر الكلافيي سي ان في دو اي. ب بعد ما قرينا لازلمو نتاعنا باش نجي نعمل ان اوردر ماب باش تخليني نجم نعرف لي زيليمون لي فيزيتيهم ولا لا. واضح لو كني سيلمو لي زيليمون الكل ما مش فيزيتي ايغال زيرو. دونك نجي لهنا نحط انت ونحط قدامه بوليا نسميه فيز. دونك فور انت قلنا نحنا نجمو نعملو على فكره لوك دو لهنا ديريكت، دونك نجمو نعملو انت بون عندنا الكا، دونك الكا نحطوها لوغ دو 10 لا بويسونس 9. نبدا نباركوري في البيت نتاعي، دونك اي قال نبداو بالبيت الاخراني اللي هي ك، اي سوبريور يقال زيرو و اي موا موا ب. دونك كل كعبه باش نعمل لها اكزور مع لي زيليمون الكل. دونك باركوري تابلو في نتاعي، دونك فور جي يقال زيرو جي انفيريور ان جي بلس بلس نجم نعمل انت ان بي 0 ايغال 0 دونك لهنا اش باش نعمل؟ باش نعمل انت كالكول ايغال في بون لازم نعمل ديكالاج بيان سور نجي لهنا نعمل انت بيت ماسك ايغال ان ديكالاج على اليمين بي باش نعرف البيتا هذيك شنو فيها. ب دونك لهنا اذا البيتا ايغال 1 دونك في دو اي كيفاش نعرف البيتا هذيك ايغال 1 ولا لا؟ نعمل لها اند مع الان في البيتا هذيك كهو كيما ريناها قبل. ب في دو اي بيت ماسك دونك اذا الكالكول ديفيرون دو زيرو سيكو البيتا هذيك ايغال 1 ريالمون ونعملو ان بي 0 بلس بلس. كيف نكملو الفور هذه الكل نجم نعملو ريز فينال ولا انسور ايغال سوم ان بي 0 سوم ان بي 0 نجي نديفينيها من الفوق هي سوم دي سويت اريتميتيك. دونك سوم تاخو اونتي ان
باش ترجع لي ان فوا ان موانز ان سور دو كي حتى كيبدا عندي ان ابليكابل خاطر ان موانز ان زيرو دونك باش ترجع لي حتى شيء ابار ان بي زيرو بيان سور لهنا ليليمون هذاك دونك شو باش نعمل نحن باش ما ندخلش بعدي نفسر ونكتب معاش نجم نركز برشا في الكتيبه دونك شو باش نعمل نحن قلنا باش ناخذوا لي زيليمون تاعنا ونشوفوهم بيت بار بيت دونك البيت الاولانيه هذيا اللي عندهم ان في وسطها باش نحيهم ديجا من الحسبه نتاعي باه دونك نحطهم فيزيتي فيزيتد دو في دو اي ايغال ترو وابار هذاك دونك لهنا اذا ليليمون في دو اي في دو جي سامحوني فيزيتي ما عادش باش نستعملو دونك لهنا اذا فيزيتد دو في دو جي كونتينيو كها ما تزيدش تقاد باه حطوه ترو ونورمالمون سي بون جاونا باهي وفي الاخر سي اوت الريبونس نتاعنا ديكلاريو الريبونس ايغال زيرو نحلو ليكتور نتاع الفيشي وناخذو الانبوت الاولاني دونك ان تروا دو زيرو زيرو 1 3 2 0 0 3 0 1 1 فما غلطة كيلكو بار باهي شنو هما الأغلاط نتاعنا عاودو نقرا الجو نتاعنا أول حاجة هذه فيز دو جي على خاطر النجم يكون لليمو موجود برشا مرات في التابلو إذا أنا مش نقولو حطو فيزيتي كيف شي عرض مرة أخرى ما عادش باش يحسبو معناها كي نفسر لكم لهنا علاش ناحية هذيك نجم يكون عندي نفس ليليمون برشا مرات دونك الكات موجود ثلاثة مرات دونك الكات مع روحه باش يعمل بير كي انا نقول له حط فيزيتي كي يعرض الجزء الاخرين ما عادش ياخذهم سي دونك كبرتها روحي في الكالكول هذه اول غلطه دونك حتى هذه فيز دو جي الغلطه الثانيه ديكالاج على اليمين مش على اليسار وهذه بلوس ايغال دونك هذو ثلاثه غلطات نتاعي نعاود دونك 1 3 2 0 اوب نورمالمون جاونا باهي نحيو الفري اوبن هذايا كوبي نرجع للبروبليم تاعنا سميتيو كودنا لا روك اند ليفر نعمل سبميت عندي غلطة لازم نشوفوها شنيا دونك توا رجع لي كونستاتاسيون دياغنوستيك دونك قال لي عندك سايند انتجر اوفر فلو لهنا فما كالكول معين عطاه لونغ وانا حطيت له ريزولتا انتجر دونك هذاك علاش لازم قديمة تاخو حذرك من الحكايات هذوما انا مانيش مركز برشا توا دونك هذي ترجع لونغ مانيش مركز في لي كونستاتاسيون مش حتى لونغ زاد هذيك الان تاخوها العدد ظهر لي ديزونتي ما يسحقوش لونغ الفيديو اي كيف كيف الريبونس فينال ما نعرفش مي ميم تنجم دخلت لونغ البيت ماسك ما نجمش يخلط لونغ دي سر بيسونس 9 اكثر حاجة اي اسبيرون اللي تعدى هكا ان بي زيرو ريبونس لونغ اوب هكا نورمالمون باش يتعدى دونك لازمكم ديما تركزوا في لي كونترانت نتاع البروبليم دونك روك اند ليفر ونعاودو نسميتيو سي بون اكسبتد بروبليم حلو برشا تحفون خليكم تخمموا بالبيت ماسك بطريقه ذكيه تتجنبوا وتعملوا ديزوبتيميزاسيون شاركونا عجبكم كان عندكم اي سؤال حطوه في الكومنتير وبارتاجيو مع اصحابكم لو ماكس